بالتزامن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ما زالت أزمة المياه ترخي بثقلها على النازحين في مخيمات الشمال السوري، في حين تزداد المخاوف من انتشار بعض الأوبئة والأمراض بين الأهالي نتيجة استخدام المياه الملوثة. فريق منسق استجابة سوريا ناشد المنظمات الإنسانية العاملة في الداخل للنظر في واقع النازحين في المخيمات، وأوضح أن العائلات تنفق ما يقارب 20% من إجمالي دخلها على المياه في فصل الشتاء، وترتفع النسبة إلى 33% في الصيف. وأشار الفريق إلى أن عدد المخيمات المحرومة من الحصول على المياه النظيفة والمعقمة بلغ 590 مخيماً، 42% منها تعاني منذ أكثر من 5 سنوات. يعني بالنسبة لنا إحنا بالذات قطاعنا ما عم يجيبوا له المي مزبوطة مرة واحدة، وحتى الخزانات بعيدة عني. يعني لا هلا الدنيا شوب نار، لا يعني حتى بتجيبوا لنا المي الصبح، خلي يجيبوها كانوا تعدان العصر. يعني الدنيا عم تصير نار، المي عدان العصر على القليل، منجي هنا اشتري البوز عم بضر الاولاد. يعني عدان العصر يجيبوا لنا صهريج مي الشرب. اكثر من 1.5 مليون نازح يقطنون في مخيمات منتظمه وعشوائيه في الشمال السوري، بينهم نساء واطفال معرضون لكافه المخاطر التي قد تهدد حياتهم مع ارتفاع درجات الحراره، بانتظار حلول علها تطفئ ظمأهم في موجات الحر القادم.